نعم خذ اتصالات. نعم خذ. تفضل أخونا الشيخ أبو عبد الملك. أولا سأخذ الجميع أخوان. أولا أنا أطلب منك أن تتأدب حينما تذكر اسم الصديق رضي الله عنه. لا تقل تتردى عليه، لا تتردى على قاتل رسول الله، لا تتردى عليه. أنت تأدب لأن هذا بث محترم لم نتزاوج على أحد، نطرح أدلة من كتبكم، فلا تتردى على قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله والذي حاول أن يقتله يوم العقبة. علم؟ تفضل. طيب الآن أخونا أبو عبد الملك الحوار علمي. الآن إحنا طرحنا، والله عيب عليكم، والله العظيم، والله مخازي حقيقة إخواني. أنا مسكت البخاري وذو الفقار المغربي مسك صحيح مسلم، هو عرض من مسلم وأنا عرضت من البخاري. طب من وين نجيب لكم القرآن؟ لا تصدقوا البخاري. طب من وين؟ هو يقول إنه العباس ذهب إلى أبي بكر هو وفاطمة لأنهما معنيان بالإرث، هذا عمه وهذه بنته، فذهب ليطالب. طب أبو بكر قال له يا عباس الأنبياء لا يورثون. المفروض يقول أها هذا خبر السماء وإنت صادق، إذن أنا بعد ما أرجع. طب ليش راح مرة أخرى إلى أبي بكر يقول اعطيني الميراث؟ يقول ألم أقول لك أن الأنبياء لا يورثون؟ مرت خلافة أبي بكر وإجا من خلافة عمر ابن الخطاب وذهب إلى عمر ويقول له اعطيني الميراث. طيب هذا معناه أنه ما كان يصدقه. كيف تقولون أنه صديق وصاحبه واللي عرفه وأقرب الناس إليه لا يصدقه؟ هذا هو حوارنا وأخونا أبو عبد الملك. تفضل. أولا أنا أطالب جميع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن يفتحوا كتاب الكافي، والكافي فيه موجود إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه. كذب. لا كذب، ما موجود هذا. والله كذب. كذب، أنت تكذب. أقسم برب أنا ما أقول أنك كذاب، أقول الذي تقوله كذب، ما موجود. شوف حتى في هذه أتأدب لك. والله يا إخواني أنا أستغرب من هؤلاء. اللي موجود في الكافي وأمس شرحناها أن الأنبياء، أن العلماء ورثت الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا، شوف حتى حافظ، لم يورثوا درهما ولا دينارا في باب، ولكنهم ورثوا العلم. زين، تقبل أن الأنبياء يورثون العلم؟ باب اسمعني، باب إن أن النساء لا يرثن من العقار شيئا. باب هذا هم أنا، هذا هم أصبر 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 هدوء. باو شوف شوف، لا يرثنا من العقار شيء. ماشي ماشي يا مفتر يا كذاب. ماشي تأدب تأدب تأدب، نحن لسنا في 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 الغابة. تأدب مع الحاج وعد يكلمك بأدب، قناة محترمة، نحن لسنا في غابة. تأدب وإلا سيتم طردك. أعوذ بالله من غضب الله. يا والله أزمة أخلاق والله العظيم يا أخي. بلا إذا تقول لي زنديق ولا كذا، قل لي أعطيني الدليل. بدل أن تقول كاذب قول أعطيني الدليل. ممكن غاب عنك الدليل يا أخواني. والله إحنا لغة الحوار الآن مجرد البثوث، هذا يسب وهذا، هذا البث بث محترم كما ذكر الأخ ذو الفقار. أخواني المرأة لا ترث من العقار، المقصود هو في نفس الباب هي أن الزوجة هي تأخذ قيمة العقار، مو أنها ما ترث. بعدين هذا الكلام في الزوجة. طيب فاطمة هي بنت هذا الآن أظهر الأخ ذو الفقار. عيب عليكم والله، عيب والله. العالم الآن فضحتكم، هذا الباب أمامك. اسمع إخواني ماذا يقول. خلي أكبر الأخ ذو الفقار حتى أنا أقرأ ما وضعه. شوف إخواني، قال الإمام الصادق عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيء. ثم ماذا قال؟ قال عن أبي جعفر إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها. شوف فضيحتك الآن. المرأة ليش إخواني؟ وهذا الحديث الثاني، هو ما يقرأون لكم كل الكلام حتى يلبسوا عليكم. هذا أمر، وهذا أمر بالمناسبة، هذا أمر حتى بديهي، هذا هو الأمر الصحيح، هذا هو الأمر الصحيح. لما؟ لأن المرأة عندما تطلق تذهب إلى بيت زوجها،
فالأملاك تذهب إليها تحدث مشاكل. فالشريعة ماذا قالت؟ قالت أن المرأة لا ترث لكن أولادها يرثون. بعدين أن المرأة لا ترث، المرأة لا ترث، هو ماذا يريد أخونا ذو الفقار؟ شوف شو راح أضرب هؤلاء ضربا. الآن هو يريد أن يضرب أن الأنبياء لا يورثون، فجاء برواية أن النساء لا يورثون. طيب النساء لا يورثون، الرجال يورثون ولا لا؟ يلا حتى على ضوء الآية، حتى على ضوء الرواية التي ذكرتها أنت الآن، النساء لا يرثن ولكن الرجال يرثون من الأنبياء، إذن الأنبياء يورثون. كيف تقولون أن الأنبياء، أبو بكر يقول أن الأنبياء لا يورثون؟ إذا النبي صلى الله عليه وآله كان عنده ولد فالأنبياء يورثون، لكن غاية ما طبعا على فهمكم، والله نحن نضحك على أفكاركم، لكن أنا أشوف إلى أين أريد أتنازل أخونا ذو الفقار والمشاهدون الكرام. هب أن أنني أنا لم أقرأ الروايات كاملة وأن المقصود بالنساء، شوف شوف أخونا ذو الفقار الآن قدحت في ذهني، شوف هؤلاء الظلمة. عندما نأتي نقول أنه الإمام النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، عبر عن النساء بفاطمة سلام الله عليه. هم ماذا يقولون؟ لا، النساء كما في آية التطهير كما في السورة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فشنو معنى؟ قال نساء، فمعناها النساء الزوجة. زين الآن أظهرنا لكم حديث أن النساء يعني الزوجة، يقول لا ما نقبل، لأن أنت شيعي في حديثك أن النساء المعني بها الزوجة، يقول ما نقبل. لكن عندما هو يحتج عليك يا نساء النبي يعني النساء، معناها هل البنت معهم؟ يقول لا، هذا المقصود الزوجة. هنا النساء زوجة يصير لأنها من جانبي، ولكن من جانب الشيعي مع العلم الأخذ الفقار الآن وضح أن المعني هو تأخذ قيمة العقار، يعني يترث لكن تأخذ القيمة ما تأخذ البناية، تأخذ قيمة العقار. زي طيب عنده ولد شلون يرث ولا ما يرث؟ شفت شلون الله تبارك وتعالى أينما تذهبون والخذلان معكم. الآن السؤال اللي هربت منه الآن، هل الزهراء عندما خرجت كانت بعلم علي أو بغير علم علي سلام الله عليه؟ تفضل أتكلم. بس أوضح قبل ما تتكلم خلي أخذ الأخ حسين لحظة. تفضل أخونا حسين. لحظة طيب أعتقد عندنا تليفون آخر، مش حسين. حسين انتظر خلي أخذ الأخ من يا أخواني شوية صبروا علي بالتليفونات، الله يرضى عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. تفضل أخونا اللي على الواتساب. طيب أخواني هذول الآن صار، خلي أخذ الأخوان من التيك توك. تفضل أخونا الرادود. تفضل الرادود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك الغالي الحاج وعد اللامي، وتحية لأخي للأخ الأكبر في الفقار، وكذلك للأخ الحاج أبو كريم وسيد ميتم وكل ضيوفك من أبناء الزهراء، وهنيئا لك هذه الخدمة وهذا القلب الوسع. الله يبارك. أنا عندي استفسار بسيط وأتمنى أنه يجاوبوني عليه، وخصوصا أبو عبد الملك إذا قدر يجاوبني عليه. نعم. أول قضية أنه بالنسبة لورث الزهراء، النبي محمد قالوا لا يورث. نعم. ما تركناه صدق، الأنبياء لا يورثون. وقالوا في موقع ثاني قالوا أنه النبي محمد يورث العلم. نعم. هل ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
العلم للزهراء يعني ورثت من عنده من العلم شيء لو ما ورثت من عنده من العلم أحسنت شيء. أحسنت. إذا كانت ما ورثت من عنده من العلم شيء يعني الزهراء إذن مو بنتها بنت الرسول نهائيا لا ورثت من المال ولا من العلم. إذا وإذا كانت ورثت من العلم إذن هي عالمة كوالدها كالرسول إذن هي أعلم من أبو بكر وعمر وغيره بالميراث. ما يحتاج أنه أن نجي نعلم الزهراء لأن النبي هو اللي ورث العلم. إذا قلنا أنه الزهراء لحظة أخونا الشيخ أحمد لحظة عليكم السلام ليخا شوف أنت ما ترد علي حتى الجهاز يطفى يعني ليش لا 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 كان شخص على الواتساب خلي كمل وأرجع لك تفضل أخونا كمل لا دقيقة خلي دقيقة وكمل لحظة جزاك الله خير جزا أخونا أبو زيرفر لحظة أخونا رادود تفضل الشيخ أحمد الآن سؤال الأخذ الفقار من أمس سألة عندما أصبر قبل السؤال الآن هل خرجت الزهراء عليها السلام بعلم لا حول ولا قوة إلا بالله كم سؤال قول سؤالك الآن هو سأل السؤال الآتي أسألني أنت السؤال هل الزهراء عليها السلام خرجت بعلم علي أو بدون علم علي هذا السؤال المفروض يطرح لكم انتم علي يعلم الغيب المطلق اذا قلتم من دون علمه هرب الحديث جاء في كتبكم اخي العزيز الحديث جاء في كتبكم في البخاري وفي مسلم وفي كتب الستة ان الزهراء خرجت تطالب هذا الارث فهل خرجت بعلم امير المؤمنين ام لا تفضل اجب اسكت يا الخواف انا اتصلت عليك على تيك توك سأنيجج أعوذ بالله من غضب الله ماذا قال لم أفهم الأخير اتصل بي على الواتس على التيك توك شتم إخواني سمعتم أزمة الأخلاق يا حمار لا سمعتم إخواني هذه الأخلاق رجل سأله بكل أدب والله أخونا الشيخ أحمد وهذا الشيخ هذا الشيخ ولذلك أنا أقول يا أهل السنة بالله عليكم أهؤلاء من يمثلونكم يا أهل السنة أترفعون رؤوسكم بهؤلاء يا أهل السنة بالله عليكم أهؤلاء فخركم أهؤلاء عزكم يا أهل السنة أين علماؤكم أين مشايخكم أين الذين يحاورون بأدب يا أهل السنة شتم بكلمات الحمد لله أنكم لم تسمعوا الكلمات لماذا ما الذي فعلناه لماذا علي مظلوم والزهراء مظلومة منذ ذلك الزمن وإلى الآن أتباع الزهراء يظلمون في الإعلام لا نستطيع أن نتكلم وإذا تكلمنا بعلم شتمونا ما السبب هل أسأنا لكم هل أساء لكم الأخذ الفقار ذكر لك سؤالا واقعيا أن المرأة عندما تخرج بعلم زوجها وخاصة أنها بنت النبي صلى الله عليه وآله وزوجة علي لكنكم تعلمون إذا أجبتم ستقعون في المحظور الذي تخفونه عن الناس 1400 عام وأنتم تكذبون وهذا الرجل بالله عليكم لماذا يضع القناع هذا الرجل لماذا لأن الحقيقة تخيف لأنه إذا أظهر وجهه لا يقبلونه عنده بيئة تمنعه من هذا الكلام لماذا تصوروا نحن في بيئة لا تسمح لنا بالدفاع عن الزهراء يقول لك إما أن ترضى بهؤلاء وإما أنك تنكر السنة فاعلم أنك زنديق واحتوى على الزندقة والفلان والذهبي والبربهاري ومعروف منه ومعروف منه ليش هذا المصادرة ليش ساحة حوار علمية نطرح الأدل أنا الآن طرحت من صحيح البخاري لماذا تضايقتم هو طرح من صحيح مسلم لماذا تتضايقون لماذا تطبعون هذا الأمر إذا كانت هذه الكتب عار عليكم لماذا تروجون هذه الكتب لماذا لا تلبسون هذا العار الذي أنتم تطبعونه هذا الثوب خيط بأيديكم فلماذا لا تلبسونه؟ نحن مجرد أن نأتي بالثوب ونلبسكم إياه ووالله لن نترككم كما قال الأخ في اللوغو تبع الأخذ الفقار هو يقول
نحن المتشيعون لا نسامح لا ننسى لن نترك هذا الأمر. عيب يا أخي، احنا نحترمك احترمنا يا أخ أحمد، والله عيب. والله وعد 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 تكلم أخي، ما يصير، ما احنا نحترمك يا أخي، والله عيب. والله اسمعني، والله العظيم أنا لا أبغضك أنت، أحبك في بعض الأشياء، ولكن هذا ذو الفقار المغربي أتحداه أن يثبت المهدي الخرافة. لا لا لا، أنت تدري ليش أنت تبغض ذو الفقار؟ تدري ليش؟ لأن هو يعرفكم من أبناء جلدتكم وأثر في الناس. يقول لي والله أنا لا أبغضك، شلون أنت تحترمني ولا تحترم ضيوفي؟ هي هذه أخلاق؟ هذا يا أخونا الحبيب أحمد، الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وآله، هو مو قال للنبي، يريد أن يبين للناس، لو كنت فظا غليظ القلب. فظاظة ما هي حلوة، طيب كيف الشتيمة؟ بس أنا وديت عتب لليس والعتب وديت، أنا لمن أعاتب؟ أعاتبك إليك إذا أنت نبيك تقول في صحيح المسلم والبخاري، في مسلم يقول كان يسب الناس بدون سبب، فأنت طبعا لكم في السباب أسوة حسنة، أهل السب والجماعة، والله ما أنتم أهل السنة والجماعة ورب الكعبة.